السلام عليكم، انا سميتي تيوش جمال، مده 10 سنين انا خدام في شركه في السبيطار. خدمتي هي النفايات الطبيه تنجمعها. انا من نهار بديت تنجمع في النفايات الطبيه، وكانت واحد الماكينه تنطحن بها. هذه دابا هذه مده 3 شهور من نهار بدات هذا الشيء ديال الكورونا، دخلوني الكورونا. هي هذيك فاش دخلوني الكورونا كثرت عليا الخدمه، فاش كثرت عليا الخدمه المقتصده ولات تغط عليا مزيان. مستشفى محمد الخامس دخلت الكورونا، كاينين فيها شي 5 سرابس اللي فيها كورونا، هي جراحه الاطفال وجراحه جراحه العظام وطب الاطفال وقسم انعاش والميدسين والف حنجره، هو اللي تاهي تنجمع فيها النفايات ديال كوفيد. هادشي الزبل ديال كوفيد تنجمع لهم، هذيك الحوايج الخبز الماكله كلشي اللي بافيت، كلشي الحوايج ديالهم الخبز كلشي اي حاجه داخله الكوفيد تندخل ليها نجمعها. المشكله تنتسرى بكسوه وحده، تنتسرى بها السبيطار كامله، وتندخل نطلع مع السانسور، كاين سانسور واحد. كي تنخرج انايا من السانسور تيطلعوا ليها اول حاجه، تيطلع ليها بنادم، ما كاينش شي تعقيم نهائيا. هاد الفتره ديال هادي دابا 4 ايام عيطات لي عاوتاني المقتصده، قالت لي اش تدير؟ قلت لها راني طالع تنحيد هذا الشيء ديال الكوفيد، بقات لي السيرفيس. قالت لي والو، غتمشي غتخلي كل شيء وغتمشي للمدرسه ديال الفرامليه باش تجمع هذاك الشيء. كاين الزبل قالت لك مليوح بانه حتى تصور هذاك الشيء. قلت لها بلاتي نطلع نحيد السيرفيس الفوقاني، والو ضغطات عليا ضغط مزيان. ومشكلة خدام انا وواحد الدري، هي هذيك فاش ما بغيتش جابت هي صدقات جيبه 5 الناس باش يحيدوا هذاك الشيء ديال كوفيد. ونهار الاربع بغيت ندخل للسبيطار، حتى قالوا لي هذوك السيكيريتي بانه قالت لك المقتصده ما تبقيتيش تدخل لا انت ولا هذاك صاحبك. الوضعيه ما فيها لا اوراق لا حتى شي حاجه، خدام هكاك فولونتي، يضربوني اباري، يضربوني اي حاجه وتنصبر. ورغم ذلك تنصبر ونكمل الخدمه. لا خدام مع شركه اوزون، ورق ما كاين، تقول شي ورقه، خدام فولونتي. تندير هادشي كامل كوفيد، سبيطار كامل بوحدي وما عندي حتى شي ورقه باش بان راني خدام مع هاد الشركه. بالنسبه للمندوب هذيك فاش وقع لي مع مشاكل على هذيك البركاس اللي تندير، وهو عارفه بانه هذيك هي اللي كاينه، كانوا خدموا بها اللي قبل مني وخدموا بها وخدمت بها انايا. واحد المره كنت طالع السيرفيس باش نهز النفايات الطبيه، حتى جا وقف عليا قال لي هذه ما خاصكش تبقى تخدم بها. انا قلت له باش نخدم؟ قال لك دبر راسك، المهم هذه. قال لي ما تخدمش بها. هو هذا هو اللي وعيط للشركه، قلت لهم بان راه اللي قال لي اللي قال لي انا المندوب. قلت له شوف، الا كانت شي حاجه خاصك تعيط الشركه هي اللي تهضر معها، قلت له ماشي انا اللي نهضر معها. بحال هكاك شي كاع شي 4 سنين كاع انا المندوب عارفني خدام، ولكن الورق ما عرفش. راه كل صباح كي تنبدا مع السبعه تنكمل، فاش ما كانش كوفيد كنت نكمل مع الجوج، بعد خطره اضطر 4 العشيه، حيت كنت شاد كانت بوحدي، كنت شاد السبيطار بوحدي، نجمع النفايات
منين نطحن منين نقيس الزبل. وهذه المدة ونفاش ولات عاوتاني هذا الشيء ديال الكوفيد كثرت عليا الخدمة حنا جوج، وقالوا لي خصك تخدم من الصباح حتى الليل. كوفيد كنت نجمعو في خلاشي وتنعقدهم ونحطهم واحد ديبو حدايا. جاد ديبو حدا في كاين سميتو هذاك الشيء ديال السيرتيفيكات ولا فيزيت تما في الطريق، وتيدوزوا عليه بنادم تيدوز عليه كل شيء منهم سنش ما تداوى ما والو تيتحطوا ديريكت ما كاينش تعقيم. يجي على 15 يوم كم يوم عاد تيجي يجمع هذاك الشيء ديال النفايات. ومن قبل فاش كانت الماكينه خدامه كنت حاجه اللي تنجمعهم ونجي نطحنهم، ولاو كاع تيتحطوا الصوله الميكا قدام الشانتي الشانتي اللي تدي جيت سيرتيفيكات تا المسؤولين راه تيدوزوا من تما وهو محطوط تما، وتيجيو المشاج يريتلو هذاك الميكا مع فيها الماكل وهذاك الشيء. المشاج تيمشيو ليها تيشربوا الميكا هذيك تيولي هذاك الشيء مشتت في الارض. تيعطوني لبسه في النار يعني تندور بها السبيطار كامله ديال الكوفيد تتنسالي عاده نحيدها تنبقى بها يعني تنسالي كوفيد كامل. وكما قلت لك راني كاين سانسور واحد تيهود من جيت البلوك وتنخرج يعني سانسور كاين واحد هكا كي تنخرج تيدخلوا بنادم. انا تنطالبها بحقي والتمارة اللي دوزت هاد 10 سنين هاد التمارة 10 سنين وانا تنضرب في التمارة ما كاين كونجيات ما كاين فلوس كونجي ما كاين والو ديما خدام نكون مريض خدام نكون صحيح خدام. ديري لي 30000 ريال ما تزادت ما تنقصت ما نكذبش عليك انا كنت مضيع راسي ولكن غالب الله يعني الا هضرتي هذا هو الزلزال اللي دينا معاهم. غادي تهضر على راسك غادي يصبحوك قاعد وهذا الشيء اللي كنا خايفين منه وقع.